يكمل دونك المشوار على مستوى السوق تونس. شحال السي مقدس باخير شحال الصحه؟ لاباس. او عندك شويه سياح اليوم ما وصلوا نسبين نسبين خلي تتبدل الامور شويه ان شاء الله ان شاء الله. كانوا يولوا يدخلوا هكا برشا تتحرك ان شاء الله. تتذكر قبل كانوا يدخلوا وقت كانت كيران ذكر يا ابو البحر خدمه سيرتو. انا اتذكر ما يبيعوا كان الزيتون المهارز الواحد. اليوم على الاقل ثم يجوز ان شاء الله تتمدى اشياء كبدايه كما كان نحكي تقريبا حوالي هما في الاجمال 180 ومش الارقام اللي كنا نشوف في المقبل. بدات الارقام ب 1200 من 1200 واللي نحكيو على 300 و380 واللي نحكيو على 200 و240 تو تقريبا النهائي حوالي 180 سائح. اليوم تو يعملوا جزء منهم يعمل في دوره في المدينه العتيقه، جزء منهم اختار انه ياخذ الاتجاه الجنب، الجزء الثاني يعمل دوره مع الحكايات هذيا ويكمل على مستوى المدينه العتيقه مع المدينه العتيقه دونك زاد المتاحف. هذا جارة جبوش شكمل في اتجاه باقي الأسواق. يتعدى هنا تقريبا لا فضاء سوق الحدادين والمدينة العتيقة ما زالت الصباح تو الحونت الكل ما تحلت كلها صباح أخيرا شكون قال لك ولا؟ جبت الفندق الزحار يا هنا في اتجاه فندق الحدادين. من فندق الحدادين كيت المشوار بوشويشة الصباغين المدينة العتيقة وبطبيعة الحال يكملوا السيركيو تاع الدربية. وهذا تقريبا السيركيو تورستيك اللي عندنا سنوات ونحن نحكيو عليه. اليوم نحكيو على واقع السوق، واقع الفضاء هذايا ديجا وصل دونك البلديه والاطراف الاخرى كل في استقبال الناس هذوما على مستوى سوق الحدادين. سوق الحدادين عاملين معرض اخر للصناعه التقليديه تكمله للسوق تاع باب حر. قد ما في باب حر وقد ما هوني معناها السوق مقسوم في زوز وهذا الارتيزان دونك عملوه في اخر دقائق معناها اسواق اخر دقائق. طرف منه يبدا في سوق الصباغين والطرف الثاني وهذه الاطراف الاخرى دونك هذا وفد الثاني اللي يخدم من وفد خاص من الحدادين اللي يعمل كروازمون معاه. Donc, le film Le Patient Anglais a été filmé ici en 1987. Allez, on va rentrer pour voir une petite exposition d'artisanat et voir l'intérieur de la Fondation Al-Haddadin, le lieu de la في اكسبوزيسيون كيف في الصناعة التقليدية. انتظار انا نشوف الاكسبوزيسيون هي تكمل دونك بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية. عملوا سوق ظريف طرف منه يبدا في وسط البحر. شفنا صعب الخيم دونك والتكلمة هما بعد يكون هو اخر مشوار عندهم. والبارتي الثانية صارت لهنا في سوق الحدادين دونك هذه كل زارتيزون عملوا اكسبوزيسيون في الفضاء هذا. دونك هذه الفكرة على سوق الحدادين اللي هو فضاء ثقافي للأنشطة الثقافية تصير في عروض في نفس الوقت هم عاملين فيه اكسبوزيسيون. فهمت؟ أرجت صباح الخير. شحال صباح الخير. شحالك؟ شحالك؟ الحمد لله الله يعينك. صباح شحال صحة؟ الله يعطيك العافية. الله يعينك. شحالكم؟ ربي يثبتك. يعيشك. Pour voir les escaliers. Ouais. Il y a les escaliers par là et par là. Et vous pourrez monter pour voir les autres artisans. Et pour voir les expositions. تعرف في الفضاء سوق الحدادين هما هذوما فضاء النوادي في نفس الوقت عاملين فيهم اكسبوزيسيون. كانت هذه ورشه الحداده دونك صناعات مختلفه دخلوهم ودخلوا في المعرض. فهمت؟ وكيفاش ندخلوهم؟ خدموا وراك شنو خرج لهم انا شنو عملنا؟ تفضلوا ويجي شوفوا وريهم شويه. كما قلت لك هي المساله تبدا ديزابيتود لانها احنا مازلنا ما احناش مستانسين. كانت في وقت من الاوقات تقريبا في النهار تجيب جوج ثلاثه كيران يوقف باب حر وكنا كان ثم اجواء اخرى على مستوى بيع وشراء. اليوم المساله تبدلت ان شاء الله ترجع مثل المبادرات هذه تجربه. كما كنا نحكي شويه التجربه هذه ما تخدمش على قواعد صحيحه وك علاش البدايات ديما تبدا مشومه برشا. وهي حلمت انا نحاولوا الميناء علاش تحكيوا المدينه تفتح على شواطئها وتفحت على بحرها. دونك احنا ميما تتجه في مدينه صفاقس تلقى البحر مقابلك يقبل لي زوبساكل كيما البورتو او كيما الميناء التجاري معناها مسكر تقريبا او حاجه بالبحر.
على البلاد. إذا يرجع شيء هذا دونك نجمو ترجع البوخر ترث هوني ولا بس عنيش حالك من أمريلا. هذه فكرة نأخذ شوية. هذه الوفد الثاني خلطت على الوفد الأول باش يكمل بقية التورني بتاعه ونطلع شوية من المدينة العتيقة كيف هذا المتنين نكمل في اتجاه سوق الحدادين من فوق. هذا مدرسة سوق الحدادين نأخذ ديبلوم من فوق ونعطي فكرة عن المكان التاريخي هذا اللي هو مكان مهم حيث يكون نسميه الفندق لأنه كان مركز إقامة. دونك الناس كتجيب الدواب بتاعها وتجيب إشكالياتها تتقين في الفضاء هذا. شحالك شحال صحتك سوا صباح الخير. هذا شوية كيف كيف إكسبوسيون لوط أو إكسبوسيون فوق شوية. شحالكم يا صباح الخير؟ أمورنا مريقلة؟ إيش عاملين؟ شحالكم؟ سوا الأمور عايشك نورتونا. هذا هو السياح كما كنا نشوفوا فيهم وهذا الفضاء. كملوا ناخذوا له التصور تاعو من فوق. وهذا ماشي كما قلنا هي الحوايج اللي تصير في اخر توقيت ديما عندها مشكله كبيره برشا. معناها نعرفوا اللي الجمعيه كي خذت على عاتقها انها تنظم كي شيء كيما هذا بالتنسيق مع شركه اللي تنظم في المسائل السياحيه. وكرو كل شيء يبدا بالشويه. هذا هما ليزيكيبمون تاع وزارة الثقافة وشوية هالنوادي هذا استغلوها للعروض. هو تقريبا تصير فيه معارض دورية ديما. معناها كل ما عنده ارتباط بالصناعة التقليدية يصير في الدورية. صباح الخير شحالك؟ شحال صحتك ربي يعاونك؟ شنو تعمل أنت؟ شوية مخالد واحد عندنا المشاطي المشاطي تاخذ المشطية الجبنانية. المشطية تكملتوها هذه الجبنانية. المشطية الجبنانية مرقوق شوية مرقوق ليكوسا كل شيء مخدوم معناها كل شيء فيما نقولوا احنا. هذه فكره كما كانت تحكينا على منطقه بير منطقه جبليانه كما تشوفوا. المشطيه اللي تقريبا عندها تاريخ وعندها تراث كبير. هي تقريبا هذه 40 سنه راك تشوف الخدمه فين برشا من خيط الجويد تطلب برشا ديتاي وبرشا دقه. والمشطيه معروفه دونك ثم الناس حتى تخمم ان تسجلها المشطيه كتراث عالمي. ثم شكون بدا يشتغل عليها اصلا لانه بالحق المحافظه على نوع من الارتيزانه هذه اللي تحب لها مساعد هذو اللي كوسان تعمل شويه. هاي الكوسان العربي حتى هذوك فيما معنا عملتهم اليد و فهمت واك تشوف هذا الفكر تاع اللي كوسان. دونك فكر على الاقل السياح تاخذ فكر على شنو المنتوج التقليدي اليدوي اللي مخدوم على فينيس ومخدوم تاريخ ومخدوم حاجه تقليديه كما تشوفوهم. وهذه فرصه ان نحاولوا نغطيو وناخذ فكره على برشا حويجات كيف هذا ما تفهم بيجوه. ناخذ شويه خلينا شحالك توا. هذه خدمه محطه بالزيتون شويه سكوتير نقولوا احنا باب الديوان بالقرن ودزليزي كيف كيف J'ai habité Aix-en-Provence, au sud de la France, il y a beaucoup de choses en olivier. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, نبعث طب الزيتون ونأخذ شوية على على البلاكاش دونك لي دال par exemple ça une bande avec le riz. هو حاول يخدم شوية على البوا دوليفي بشكل ثاني كسر إيقاع نعرفوا عادي في المغرفة ونعمل في الصحن ونعمل في الواحد بونجور لا أشياء أخرى. دونك هذه فكرة كما تشوف فيها السياح الدول في الفضاء هذه. هذه المهم برشا معناها دونك دخلوا زوز كيران كما كانوا يحكيوا لنا بكري. معناها هما كلهم في الاجمال اليوم نحكيوا على 180 فرد. عسلامة فهمت 180 فرد ان شاء الله. هذوما كيف كيف شويه ارتيزان خدمة اليد. هذه التريزا هذا تريز رباطي رباطي شويه على المغرب جاي اصله على المغرب على المغرب فهمت. هذه نتاع القدس. هذه التريزة غاتك من الرباط دونك التريزة المغربية نقولوا احنا. جاي اصلا من المغرب. غرزة اصلا مغربية. واحنا معروف عندنا برشا غرز قديمة
والناس تتعامل معها. هذه غرزة حساب. هذه غرزة حساب. هذا حصلت مع الخيشك. هذا مطريز أكبر نعرفه مع الخالد دار فروشات تشتوك شوية تنويع. الجزء الآخر مش نعتقد أنت شو عملت تقريت بوزار قلت حاجة أخرى. أنا هذه هوية من الصغرى. من الأول عملت البروجي بتاعك وحدك عن المدة قداش عندك في البروجي عندك شي برشا؟ عندي عامين ثلاثة. عامين إيه شنو أجواك مع السوق تبيع ما تبيعش؟ نبيع نبيع دار كوموند أنا نخدم أونلاين. تخدم بالانترنت أولي. بالنسبه لك اول مره هذه نشارك في معرض اول مره تشارك في معرض اي انتم بكل يوم اهو جاي نعم مش تقعدوا نهار من نهار 11 نهار 17 جاي ان شاء الله يوم. مش تقعدوا اسبوع كامل معنا اي كان البلد العربي معنا حد محدد كان شحالك قلت لك كان ببحر السبع كان معنا ماشي انتم مش تبقوا حتى احنا حتى ال 17 حتى ال 17 مرحبا بكم ان شاء الله من اليوم حتى نهار 17 كل يوم في فضاء ذي وقت تحلو كل يوم العاشر هكا من التسعة حتى الخمسة تلاشية دور في فضاء فندق الحد الدين وانتم تكون من التسعة زي الخمسة تلاشية ماذا مع الصناعة التقليدية مش حد وحد اليوم تونس الرقمية أكبر موقع مبي زمرة تونسية مع بقى ست بروفيشنال أولي تشحالك صبر أنا ولد ولد شحالك صبر المولى Ah oui, c'est bien. Il va être au paradis. Si elle ne va pas respecter son mari, elle va être à l'autre côté. Quel secret على الفضاء البلد العربي. فوالا لو فولار كون ابيك طياريه سي ان فولار بيغمون كركليان افيك لي كولور. هذه فكره على ما يدور في هذا الفضاء هذا شويه القفه راكم تشوف فيها حلوه برشا بانواعها. حكايه اخرى مع القفه هاك تراو انا شويه حاجات لوكس حلوه برشا حتى على مستوى الصفيره معناها فير الخشينة مسيحة الدول فيها فينيسيون رعب كما قلنا على الأقل نعطيه فكرة اليوم ونكمل الباقي إن شاء الله على مستوى البلد العربي.